النسخة الثانية كانت في عام 2002، كانت في عام 2022، حيث استفاد حوالي 20 أستاذا من هذه. أعرف أن هناك الكثير من المغاربة استفادوا من هذا البرنامج. كانت هذه النسخة منظمة من طرف ميليسا ونيكول. أيضا في النسخة الثانية عندنا تقريبا حوالي 500 أستاذ، حول 500 مستفيد عبر الفيسبوك أونلاين. وكانت هناك أيضا مسابقة من أجل إدخال ويكيبيديا، توظيف ويكيبيديا في الأقسام. وأيضا كانت هم هذه الـ هذه الـ هذه الـ هذه النقاط حوالي 7 مدارس، زيارة بعض المدارس من أجل تشجيع الطلبة والتلاميذ على المشاركة والمساهمة في ويكيبيديا. إنه من الصعب تدريس الطلبة والتلاميذ حول كيفية استعمال ويكيبيديا، ولكننا نقوم ببذل جهودنا من أجل تثقيف الطلبة والتلاميذ حول كيفية استعمال ويكيبيديا والمساهمة فيها. وهذا كانت شاركت فيه أيضا منظمة اليونسكو فيما يخص تطبيق هذه البرامج في الأقسام، وأيضا تعليم وتدريب الأساتذة حول استعمال ويكيبيديا وتطبيقها، وأيضا شرحها للتلاميذ في الأقسام. نرى الآن حول كيف كانت المنصة، كيف قمنا بتطبيق هذه الأهداف. We have a primary session also. We have the first session, the second session. وقمنا ببعض الحصص أيضا للأساتذة. مثلا لدينا حصص افتتاحية، ولدينا بعض الحصص الأخرى التي قمنا فيها بإشراك الأساتذة. وهنا الآن قمنا ببعض الأنشطة. كانت لدينا شراكتين بين النيابات التعليمية، شراكتين بين النيابات التعليمية. وكان هذا برنامج الذي قمنا به، واللقاءات التي قمنا به مع هذه الهيئات والإدارات. وكانت نتائج التي حصلنا عليها بعد تنفيذ هذه البرامج، هو بعد كوفيد طبعا، من خلال هذه الشراكات التي جمعتنا بين شبكة القراءة المغربية والنيابة. هذه صور بعض الأنشطة التي قمنا بها، وزياراتنا التي قمنا بها إلى المدارس السبع التي زرناها، وأيضا المتابعة مع الأساتذة والمعلمين. وقمنا بزيارة العديد من المدارس في المغرب. وكان الأساتذة صراحة كانوا يشتغلون حتى بالليل من أجل تطوير أساليب وأدوات جديدة، من أجل تطوير وإسهام وتثقيف الطلبة حول ويكيبيديا في الأقسام. بالنسبة للنسخة الثالثة التي كانت في هذا العام في 2023، هذه هي النقاط التي قمنا بها، حيث قمنا بتثقيف وحوالي ما يقارب من 700 مستفيد عبر الفيسبوك، و70 وتخرج حيث وتخرج منها حوالي 70 أيضا 70 شخصا في الفيسبوك أيضا. ولم نعد نستعمل الفيسبوك أو نستخدم الفيسبوك، لأنه لم يكن هناك بعض يعني محترفين يلبون، ولكن قمنا بطرق باستعمال أساليب أخرى من خلال ويكيبيديا، منصات ويكيبيديا.
حيث كان حصلنا على الأقل على 70 شخص يعني تخرجوا من هذا البرنامج، و50 شخص آخر تخرجوا، لأنه وأيضا ليس من السهل الحصول على هذا الرقم، لأن بعض الأساتذة يجدون مشاكل في متابعة هذه التدريبات بسبب أعمالهم، وبسبب أن هذه التدريبات قد تدوم حوالي شهرين في هذا البرنامج. كانت التدريب الحضورية بعد كوفيد، كما أيضا خصصنا بعض الجوائز والتحفيزات للناجحين، للأساتذة والمعلمين الناجحين في هذه البرامج. أهديناهم بعض التحفيزات أيضا، وخصصنا لهم بعض الهدايا والتحفيزات للمتخرجين. وأيضا خصصنا جائزة للتحرير في ويكيبيديا للطلبة والتلاميذ، من أجل تحفيز التلاميذ من أجل تحفيز وحثهم على المساهمة في منصات ويكيبيديا، وتحويل هذه التدريب إلى وأيضا خصصنا لهم جوائز أيضا من أجل إسهامهم وإشراكهم في التحرير. وأيضا قمنا بتحويل هذه التدريب إلى دروس ودورات تدريبية عبر منصة ويكيبيديا، التعلم المخصصة في ويكيبيديا. خصصناها كدرس يعني لكل من يريد التعلم والمساهمة أيضا، وجمعنا فيها كل المعلومات وكل الأدوات والأساليب التي استعملناها التعليمية من أجل تسهيل التعليم للطلبة والأساتذة أيضا. وأيضا خصصنا لهم للمتخرجين شواهد معترف بها، قمت بإرسالها أنا أو ميليسا، وأيضا كانت شواهد معترف بها من طرف منصة ويكيبيديا، ومعترف بها أيضا من طرف المنصات والهيئات الوطنية، ولديها قيمة بكونها معترف بها من طرف مجموعة من المنظمات والهيئات الإدارية والتعليمية في المغرب. وأيضا حاولنا إدخال بعض الدول الناطقة باللغة العربية في هذا البرنامج، عن طريق شراكات مع هيئات أخرى ومؤسسات تعليمية أخرى. ولدينا أيضا بعض الشركاء الآخرين من دول أخرى ناطقة باللغة العربية. وفي النهاية قمنا أيضا بعقد شراكات وتوقيع شراكات مع هيئات حكومية وتعليمية أيضا، من أجل تعزيز هذه الأنشطة والبرامج في هذا العام. ونرى الآن بعض الصور. هذه هي منصة ويكيبيديا. هي تشبه منصة إيدكس تعليمية، ولكنها خاصة بويكيميديا، مؤسسة ويكيميديا. وهذه بعض الصور لبعض الأنشطة التي قمناها في هذا العام للأساتذة والمعلمين في الرباط، في الحاجب، وفي مولاي يعقوب، وهناك أيضا في مناطق أخرى. وهنا ورشة عملنا التي قمنا بإنجازها في هذا العام، التي كانت في الأسبوع الماضي في مدينة مراكش، وميليسا كانت معنا هناك أيضا، وكان من الجميل من الرائع جدا رؤيتها وإشراكها مع الأساتذة. هذا كل ما قمنا به فيما يخص مشروع القراءة الخاص بويكيبيديا، وإذا كانت لديكم أسئلة يمكنكم الآن طرحها. لن أتحدث باللغة الإنجليزية، ولكن أتمنى أنكم أن تفهموا ما أقوله. هل هناك أسئلة؟ لدي سؤالين، والسؤال الأول هو
الأدوات التي تستعملونها في من أجل تعليم هذه، من أجل تثقيف هؤلاء الأساتذة وتدريبهم، سواء الهواتف الذكية أو الحواسيب، هل تستعملون هذه الأدوات؟ وهل هناك تحديات في استعمال هذه الأدوات؟ في الحقيقة هذا سؤال جيد، لأنه كان هذا هو التحدي الكبير لدينا، لأن هؤلاء الأساتذة كان يجب أن يعرفوا الكثير عن ويكيبيديا، عن مشروع ويكيبيديا، وأيضا من أجل تثقيف طلباتهم وكيفية استعمال ويكيبيديا من أجل أغراض تعليمية في أقسامهم، من أجل تعليم من أجل تعليم، وأيضا كيفية تعليم تلاميذهم كيفية استعمال ويكيبيديا والمساهمة فيها. وكان عليهم إشراك الطلبة وتعليم كيفية معرفة بعض المعلومات المتخصصة أيضا، والتفصيل حول كيفية استعمال ويكيبيديا، مثلا كيفية تنسيق النصوص وتحريرها. وهناك العديد من الأدوات والعناصر، وأيضا تعليم تعليم الطلبة، تثقيف وتعليم التلاميذ كيفية التحدث مع المحررين في ويكيبيديا والتواصل معهم. ويجب على الأساتذة والمعلمين سماع كل هذا وأيضا فهم كل هذا. وأيضا يجب على الطلبة أن يعرفوا كيفية التعامل مع المعلومات قبل استعمالها. قبل استعمال المعلومات يجب أن يعلم قبل استعمال هذه المقالات يجب أن يعرفوا كيفية التعامل معها، وكيفية الحصول على المعلومات عبر الإنترنت على العموم. يتعلق الأمر مقاربات والأدوات التي نستعملها، مثل زوم مثلا، من أجل تجاوز هذه التحديات، وأيضا التحديات التي يواجهها الأساتذة، التي أيضا وأيضا بعض الأمور التي يمكن أن تحفز المعارف وتنشر المعارف. وهناك مراحل عديدة وخطوات كثيرة، وهناك مدارس للأسف لم تكن قادرة على الاستيعاب لهذا الكم من المعلومات، وكان يجب علينا القيام بمجموعة من الخطوات من أجل الوصول إلى هذه المدارس وتنفيذ هذا البرنامج. هناك مشاكل أحيانا قد تكون هذه المدرسة غير مرتبطة بالإنترنت بالشبكة العنكبوتية، ولهذا كيويكس يعني كان في إلى جانبنا لمساعدتنا في هذا الجانب، من أجل إيجاد حلول من أجل تطبيق هذه البرامج والأهداف بدون إنترنت، بدون شبكة، وقد قام بمساعدتنا في هذه البرامج. هذه البرامج تعتمد أيضا على توجيهات استطلاعات وأيضا لقاءات مع الأساتذة، وكيف قبل هذا قبل البرنامج، وكيف ونظراتهم وآرائهم حول البرنامج، وقبل وبعد البرنامج، وأيضا عبر لمعرفة آرائهم ومهاراتهم من أجل تغييرها ومن أجل تطويرها في بخصوص هذه البرامج، وكيفية المساهمة في ويكيبيديا، وجميع المصادر والموارد يمكنكم أن تجدونها في برنامج ويكيميديا ماروك، ويمكنكم اختيار أي مقال أو أي مورد أو مصدر قد يكون متاح، قد يكون مفيدا لكم، وهي بالمجان، وكل هذه المصادر والملفات بالمجان على ويكيميديا مع شركاء في دول متعددة. وكان فريق ويكيميديا في المغرب كان صراحة كان
كان فريقا ناجحا وكان فريقا مساهما بشكل فعال في هذا البرنامج وفي تطبيق برامج في تطبيق أهداف هذا البرنامج، لأن بطبيعة الحال كان متواصلا بشكل فعال، كان التواصل بشكل فعال ونجحنا في هذا الأمر. وشكرا.